عايزين نتكلم الأول عن مصطلح نشطاء القرصنة. مين هم نشطاء القرصنة؟ هم يعني اذا كنا عايزين نتكلم على اساس اسماء ليهم، هم ما لهمش اسماء، احنا ما نعرفهمش، تمام؟ وهم مش معروفين، وهم اكتر من معرفنا بمراحل. يعني احنا عرفنا واحد زي اسانج مثلا على سبيل المثال، ما نعرفش الباقيين فين، تمام؟ شطار قرصنة ده مصطلح صك واحد امريكاني اسمه جيمس ماكان. جيمس ماكان في بنسلفانيا وعنده مركز ابحاث كويس قوي، وعنده برنامج للمجتمع المدني ومراكز البحوث اساسا، ومهتم بالمساله دي. صكوا على اساس ان كل حضاره لما بتيجي بتفرض مصطلحاتها وبتفرض طبيعتها. احنا لما جالنا الكمبيوتر ووصلناه بالكمبيوتر تاني لانهم بينقلوا المعلومات، كان اكتشاف رهيب من حوالي 30 35 سنه، وده دخلنا دلوقتي في بدايه مرحله جديده. احنا مش في بدايتها، احنا خلصناها خلاص، احنا دخلنا في المستقبل. يعني ان احنا حاليا في مرحله حضاريه جديده، زي ما اتنقلنا من الصيد للزراعه للصناعه، بنتنقل من الصناعه دلوقتي لعصر الالكترونيات، وبالتالي في وظائف كتيره هتتغير. من ضمن الوظائف الجديده اللي بتتفرض علينا الهاكتفيست او النشطاء الخرسانه دول. نشطاء الخرسانه دول كل وظيفتهم انهم بيقعدوا على الكمبيوتر. هم عباقره اولا، مش مجرمين. نمره اتنين، بيدوروا على الثراء، جزء منهم، بعض بيدور على النفوذ، والبعض بيدور على الانسانيه، يعني دوافعهم مختلفه، مش كلهم حاجه واحده. نمره اتنين، بيحاولوا انهم يكسروا شفره اي برنامج كمبيوتر في العالم. شفره بنك، شفره كمبيوتر متحكم في مثلا معلومات سريه في مخابرات دوله معينه، اي شفره، ويحاولوا يطلعوا منها وثائق تدين الدوله وتدين سياستها بصوره او باخرى. البعض بيبقى قاصد فلوس، البعض لا، البعض عايز نفوذ سياسي. ويمكن حضراتكم تابعتم من مده الانتخابات الأمريكية والكلام اللي اتقال عن تدخل روسي على سبيل المثال في الانتخابات نفسها. دي صورة من الصور، من صور قرصنة، تسريب معلومات، صحيح، صورة تحقيق نفوذ الدولة بأقصد ده لو كانت روسيا كدولة هي اللي عاملاها. حضرتك ذكرت نقطة مهمة قوي، قلت دول مش مجرمين، دول عباقرة. عباقرة يعني المفروض ان أجهزة الدول تتعامل معاهم على ان هم كنز استراتيجي. كنز استراتيجي، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هم اساسا كل الحاجات اللي طلعت عندنا دي، يعني اسانج على سبيل المثال كان عميل المخابرات في وقت الامريكية في وقت من الاوقات، تمام؟ انما هنا بقى التناقض اللي حاصل ما بين قيم حضارة جديدة وما بين أساليب نفس هذه الحضارة، تمام؟ بمعنى إيه؟ الحضارة الجديدة دي بتدعو إلى قيم إنسانية أكتر، إنسانية، العدل والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، تمام؟ والمساواة بين الدول والمساواة بين الأفراد داخل الدولة، حدوتة كبيرة. ده كله كويس، ما حدش قال لأ، تمام؟ إنما الدولة استخدمتهم في ذلك الحين، زي ما بيقول المخابرات في بعض الاحيان، بيستخدمهم في حاجه لا اخلاقيه. هتسرقوا دوله، هتسببوا مشكله لدوله، هتعملوا انقلاب في الحته الفلانيه. هم لقوا ان المعلومات اللي هم بيعملوها والبرامج اللي هم بيعملوها قلب الدول. القوه في من يملك المعلومه. بالظبط بالظبط، تمام. المعلومه اللي عندهم هم استغلوها كويس، عملوها، تمام، قلب الدول، موتت ناس وهجرت ناس ومشت، وفي نزوح في داخل الدولة وهجرة خارج الدولة، تسببت في مآسي إنسانية. هل من مظاهر المآسي هنا؟ لا، بس دي هنا هو جات له صراع ما بين القيمة اللي هو آمن بيها، تمام، وما بين لا أخلاق السياسة. ولهذا في عودة حاليا للسياسة الأخلاقية، السياسة الأخلاقية. الأخلاقية، طب ما ده مصطلح السياسة. يعني احنا كنا دايما لما بنيجي نتكلم كنا بنقول ده مصطلح طبعا اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه احنا دايما نقول السياسة فن الممكن، يعني حتى يقول لك السياسي ده فن الممكن في حدود الأخلاق، مش بره الأخلاق. تمام.